السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نقدم معكم واحد الطاجين ديال الكفتة بخضرة والزبيب، كيجي رائع بزاف ومختلف على الطواجن اللي كنديرو دائما. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش زر الاشتراك، صابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. دابا نبداو على بركة الله. عندنا ثلاثة الحبات ديال البطاطا، جوج حبات ديال البصل، جوج حبات ديال مطيشة، عندنا فلفل ألوان، عندنا هنا زلافة ديال الجلبانة، عندي هنا حبة ديال خيزو، وهنايا عندي الزبيب من بعد ما غسلتو، وهنايا كما كتشوفو معلقة ديال قزبور ومعبنوس، وهنايا عندي شوية التحميرة، شوية سكنجبير، شوية الإبزار، شوية الخرقوم، وعويدات القرفة. وهنايا 500 غرام ديال الكفتة متبلة، درت ليها شوية الربيع وبصيلة مسلوطة، شوية تاع القرفة. كما كتعرفوا القرفة كتعطي واحد النكهة غزالة للكفتة، وشوية المليحة وشوية الإبزار. وهنايا عندنا مليحة وزيت الزيتون بطبيعة الحال. دابا ندوزو نوجدو الطاجين ديالنا. كنديرو هاد الطوائر ديال البطاطا، كنستفوهم في الطاجين. صافي كما كتشوفوا كنحطوهم هكا في الطاجين نستفوهم. من بعد كنديروا هاد الحته ديال الخيزو. حتى هي كنستفوها. كندوزو نديرو كما كتشوفوا بصله درتها حلقات. كما كتعرفو البصلة كتجي زوينة في الطاجين. كندوزو دابا كنديرو الجلبانة ديالنا. كيجي طاجين رائع ومزيان في نفس الوقت. دابا ندوزو نحطو الكفتة ديالنا بعد ما درتها كويرات. كنحطو الفلفل الألوان اللي عندنا، كنصطفو حتى هو عطا هاد الشكل، كيعطي منظر رائع للطاجين.
تمام. هاد الحبات ديال المنشاش هنا كنجوزو كنحطوهم هكا في هاد الفراغات باش تدخل لينا المنشاش لداخل. اي فراغ كنعمرو هكا بمنشاش باش تدخل لينا. نتمنى تشربوه ويعجبكم، كيجي رائع. مذاق معوجي دابا كندير هاد العويدات ديال القرفه كنديرهم هكا في الجنيبات باش يعطيو مذاق ديالهم. وكما كتشوفوا هاد التحميره وسكنجبير وخرقوم وابزار كندير فيهم شويه الماء باش في الاخير كنكبهم هكا من فوق الطاجين باش تدخل العطريه لداخل. دابا ندوزو نديرو الزبيب ديالنا كيعطي طعم واحد الطعم رائع مع الكفته ومع الفلفله. دابا جات العطريه ديالنا من بعد ما كندير لها الماء كنديرها على الطاجين ديالنا باش تشرب العطريه لداخل وتدخل. ودابا كنديرو شويه ديال الربيع صافي وكنديرو شويه تاع زيت العود ما كنكثروش حيت كما كتعرفوا الكفته كيكون فيها الدهون. كنديرو غير خويه ديال الزيت بحال هكا صافي. وكنديرو شويه المليحه من الفوق صافي. ودابا ندوزو نطيبو الطاجين ديالنا كنديرو عافيه تكون مهيله باش ما يتحرقش لينا البطاطا اللي درناها لتحت وخيزو كنديرو على عافيه مهيله. كما كتعرفوا الكفته دغيا كطيب وحتى الخضره دغيا كطيب وكيجي طاجين رائع وغزال. نتمنى الى الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا الطاجين رديتو على الغطا ودرت عليه عافيه مهيله باش يطيب لينا على خاطرو ويجي زوين. دابا غادي ندي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين تاعنا بعد ما طاب. كما كتشوفوا خليته حتى تشرب الماء ديالو واخا راه ما زدتش فيه لا ما لا والو. الكفته كتطلق الزيت ديالها والخضيره طلقات الماء ومنين قربتي بزدت فيه هذا المزيود كيبقى اختياري اللي بغى يديرو. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الضغط على زر الاشتراك صابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبالصحه والراحه في فيديو جديد ان شاء الله.